شكرا لك شيرين. مشاهدينا حروح نشاهد تقرير عن مهرجان كلية الإعلام لنتابع. الإبداع صفة اتصف بها طلبة قسم الصحافة في كلية الإعلام من خلال مهرجانهم السنوي الثالث الذي أقامته كلية الإعلام الجامعة العراقية قسم الصحافة لعرض الأعمال الصحفية التي تميز بها هؤلاء الطلبة وما اكتسبوه من خبرات حقيقية في مجال الصحافة والتي تمثلت بشخص عميد الكلية والأساتذة الذين حرصوا على تقديم هذا العلم بالشكل المتميز. ضمن النشاطات اللاصفية لأقسام كليتنا كلية الإعلام في الجامعة العراقية أقام قسم الصحافة اليوم المهرجان السنوي الثالث تحت شعار نحو رؤية مستقبلية لصحافة وطنية. الملصقات التي ترونها أمامكم الآن هي عبارة عن أفكار للطلبة تنميتها من قبل بعض التدريسين أشرفوا عليها من باب أن لا تخرج عن المألوف. الصور والملصقات وكلها بجهود طلبة وتعليقات طلبة حقيقة أفرحتنا هذه الصور تنمي هذه الصور عن وجود أفكار واعدة ومستقبل واعد لهؤلاء الطلبة. يحرص قسم الصحافة في كلية الإعلام على إقامة مهرجان سنوي للصحافة وهذا المهرجان السنوي الثالث للصحافة تعرض فيه نتاجات الطلبة من ممارساتهم من مشاركاتهم وإساماتهم في الصحف وفي المجلات العراقية وفي المواقع الإلكترونية باعتبار أن المرحلة المتقدمة من الصحافة هي الصحافة الإلكترونية. مهرجان برزت فيه مواهب الطلبة من خلال المعارض والصور التي وضعت في أروقة الكلية وهي نتاج عمل مشترك بين الأساتذة والطلاب وتقديم ما كسبوه خلال هذه السنوات من خبرة ومعلومات في كيفية اختيار المواضيع وتركيبها والوقوف على المسائل المهمة التي تخدم المواطن وتنقلهم من مرحلة الدراسة إلى العمل المهني الصحفي. نبارك لكلية الإعلام الجامعة العراقية هذا المهرجان الكبير والمتميز والرائع واللي يعكس عن المهنية العالية لطلبة الإعلام في امتهان مهنة الإعلام. نقول لطلبة الإعلام ومن خلال منبر قناة الرشيد الفضائية بأنه إذاعات الرشيد وفضائية الرشيد تفتح أبوابها لطلبة الإعلام من أجل التدريب وتطوير مهارات حتى يكتسبون الخبرة ويرفدون الإعلام العراقي بطاقات شابة جديدة تسهم في بناء عراق جديد وإعلام وطني ملتزم يخدم العراق والمسيرة الإعلامية. لا شك أن هذا المهرجان الثالث لقسم الصحافة بكلية الإعلام هو واحد من المهرجانات التي قامتها هذه الكلية في الأيام الماضية واليوم نحن نتوج نشاطاتنا في قسم الصحافة هي تمثل مراجعة للبرنامج النظري والتطبيقي لمواد الصحافة وأيضا هنالك بعض المواقف التي تستحق الوقوف عندها. هو عرس ثقافي ليس ندوة وليس مؤتمر ولكن هو مهرجان قيل فيه الشعر تغنى بالكلمة الصادقة تغنى بالصحافة تغنى بصاحبة الجلالة الصحافة التي تربعت على العرش منذ قرون طويلة. وفي ختام المهرجان قدمت الجوائز والدروع لأساتذة قسم الصحافة وكذلك ثمنت عمادة كلية الإعلام والقائمين على المهرجان الدور البارز لقناة الرشيد وإذاعة الرشيد من خلال فتح الباب أمام الطلبة الأعزاء للدخول إلى العمل الصحفي والمهني من خلال فتح دورات وتدريب الطلبة في هذه المؤسسة العريقة حيث تم تكريم مدير عام قناة الرشيد ومدير عام إذاعة الرشيد بدرع المهرجان تثمينا لهذه الجهود التي تصب في خدمة الوطن الحبيب. لبرنامج يوم جديد حسين صباح قناة الرشيد الفضائية. مشاهدينا من مهرجان كلية الإعلام ننتقل للقاء مع السفير العراقي في لبنان. السفير العراقي في بيروت عمر البرزنجي أهلا بك عبر قناة الرشيد. مرحبا أهلا وسهلا بكم. هم حقيقة أنا جئت إلى لبنان قبل أكثر من أربع سنوات وعدة أشهر. كانت هناك مشاكل كثيرة جدا عندما أتيت، المشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى من نقص في منظومة الجوازات،
عراقي ما كان باستطاعته أن يحصل على جواز، والعراقي يدخل خلسة ويعتقل وعندهم مشاكل كثيرة. عندما أتيت كان عدد المعتقلين في السجون كان 500، الآن ما يصل إلى 20 بجهودنا الكثيرة ومراجعاتنا للحكومة اللبنانية. المسؤولين مشكورين حقيقة، أعانونا في هذا وأعدنا كثير منهم إلى العراق. كذلك بمنظومة الجوازات ساعدنا عدد كبير من العراقيين يأتون ويأخذون جوازات سفر، والقنصلية تعمل باستمرار ليل ونهار لخدمة العراقيين. وأيضا ساهمنا في أن نجلب لهم أحيانا بعض المبالغ لتوزيعها عليهم، يعني حسب المقدور، أحيانا 200 شخص 300 2000 شخص أكثر، فعليه قدمنا خدمات. الآن في تصوري الجالية العراقية راضين جدا، في تصوري لأن الأصوات كانت عالية في البداية، الآن ما أسمع أصوات، فهذا دلالة على الرضا. نحن حققنا شيء كبير جدا وهو الديمقراطية. الديمقراطية ممكن يعني تحت لافتة الديمقراطية أن نجتمع ونجلس ونتحاور ونتكلم ونعرف بما نحن متفقون وبما نحن مختلفون. وأمامنا كل 4 سنوات مرة انتخابات، ممكن إذا شيء معين لسنا براضين عنه بإمكاننا أن نعيد النظر ونغير رأينا في الانتخابات. فعليه هذه الروحية موجودة، والدستور العراقي هو دستور كل العراقيين لأنه خرج برأي الجميع، والبرلمان ممثل بكل العراقيين بكل أطيافهم، عربهم وكردهم والتركمان والآشوريين، مسلمين مسيحيين صابئة يزيديين سنة وشيعة. لذلك البرلمان للجميع والدستور للجميع، والحكومة تتغير كل 4 سنوات مرة وفق المعطيات البرلمانية. فعليه عراقنا من هذه الناحية بخير، بحاجة نحن إلى المزيد المزيد في الناحية الأمنية، لأن هذه مسألة الإرهاب مشكلة يعني ليس فقط في العراق وإنما أصبح في العالم، ونحن نقوم بدورنا بما نستطيع للوقوف ضد الإرهاب وما يخرب البلد. إذا أتمنى أن تأتوا إلى السفارة العراقية الحالية، البناية الجديدة التي بنيت بالطريقة البابلية القديمة ولكن بطريقة مودرن بطريقة جديدة جميلة جدا. السفارة أجمل تعبير عن العراق، ولذلك أنا سعيد يعني أن أحضر في هذه المعارض وأرى الأنامل العراقية التي تهتم بوضع أفكارها على لوحات فنية، وللفن هواة. اتخاذ المواطنة طريقا لنا وليس اتخاذ الطائفية. طوائفنا جميلة والطائفية فيها سيئة، الطائفية تخرب، الطائفة تزين، فنحن بكل طوائفنا نزين العراق، بالطائفية نخربها. أدعو الجميع إلى الالتفاف حول العراق بكل طوائفهم، ويزينوا العراق بطوائفهم ولا يخربوها بالطائفية. مشاهدينا مستمرين وياكم، وتكملت فقراتنا لصباح اليوم. وصلنا لفقرة زودياك وعالم الكواكب والأبراج، راح تعرفنا عليها جنان، فصباح السعيد يا جنان. شهودة يسعد صباحك ويسعد صباحكم مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فقرة زودياك هذا اليوم. أكيد الخارطة الفلكية عودتنا على التغيير. هاليوم عندنا كوكب ديغادر برج وينتقل إلى برج آخر، وهو إعلان بشرى لأبراج أخرى. فإن شاء الله رح نتكلم عن هذا الموضوع بالفقرة. إضافة إلى هذا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم، ونعرف القمر أين وما هو تأثيره على كل الأبراج. أهلا بكم ومرحبا في حلقة هذا اليوم. أكيد هاليوم 15 كوكب عطارد اللي هو الكوكب الأول، وكان قبل يسموه رسول الآلهة، اللي كانوا يعني يفتكرون قبل هذه الافتكارات نتيجة لسرعته. فكان الرسول دائما هو تتميز به أمور السرعة والدقة، فهو كان من كثرة سرعته سموه بهذا الاسم. أكيد كان موجود لغاية هذا اليوم أين؟ في برج الثور الترابي. اليوم راح ينتقل إلى برج الجوزاء، وهذا دليل على أنه مواليد برج الجوزاء وكذلك برج الميزان وبرج القوس وبرج الدلو،
وهالأبراج إن شاء الله راح تكون أمورهم شوية أفضل، كل واحد حسب موقع برج الجوزاء وما يشكله برج الجوزاء بالنسبة إليه، لأنه كل برج في حياتنا يخص الدائرة الفلكية، يعني فد معنى معين لكل الأبراج. يعني مثلا اللي من برج الحمل يعني برج الثور لأنه يشكل منزل، وكذلك الجوزاء والسرطان وإلى آخره إلى الحوت. فكل واحد الدخول أو وجود البرج في وضع الفلكي يمثل بيت أو أحد البيوت المؤثرة عليه حسب وضع الفلكي وحسب مكانه في الدائرة الفلكية التي تسمى بنسم نفس اسم الفقرة اللي هي زودياك. دخل هاليوم الكوكب عطارد إلى برج الجوزاء، وهذا يعني معاني حلوة لمواليد برج الجوزاء، لأنه دخلت ثلاثة كواكب راح تغير من وضع مواليد برج الجوزاء. لو لم يكن نبتون موجود في برج الحوت اللي يشكل زاوية سلبية مع برج الجوزاء في هذه الفترة، لاستطعنا أن نقول إنه هذه الفترة ذهبية جدا، وذلك لوجود كوكبين يأثرون بذبذبات سلبية لهذا البرج، إضافة إلى هذا وجود كوكب عطارد اللي هو كوكبهم الحاكم، الكوكب الحاكم لبرج الجوزاء وكذلك لبرج العذراء. فهل يا ترى دخول هذا الكوكب السريع اللي أثر على الجهاز العصبي والتنفسي والفكري وعملية تمثيل الغذاء وهضمه جيدة لكل الأبراج؟ هذا الشيء إن شاء الله رح نعرفه. أستاذ محمد، أكو اتصال؟ نعم، أستقبل اتصال معي حنين من السماوة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا حبيبتي، هلا وحنين، تفضلي. أنا مواليد برج الثور، أعرف توافق بين برجك وبرج، حاضر بطن عيني، بس انطيني برجك وبرج الزوج. وأنا أعرف برج مواليد 93/4. هو الزوج 25/4. 24/4. أوكي، وحضرتك؟ أنا مواليد 95/5. 16/5. أوكي حبيبتي. يعني إذا ممكن تعرف من مشروط الحياة الزوجية والاحتفاظ والدراسة. الدراسة، السفر، حاضر حبيبتي، دا استقبل المعلومات من حضرتك. نعم. لما صار الزحمة عايش من برج وبرج هو ايش بيه؟ ما دا افتهم عليك يا قلبي. يعني ابدا عايش من ناحية برجي وبرج زوجي، كلنا من ناحية الدراسة والسفر. اوكي، اخذت يعني راح اتكلم بصورة عامة، بس انت الفقرة الاخيرة ما وكانت واضحة عندي. شلون يعني؟ قلتي ايش بيه زوجك، شنو يعني؟ عندها في التوافق بيني. حاضر حبيبتي، ايه هذا واضح واضح، اشكرك واشكر اتصالك حبيبتي، كل الهلا كل الهلا. عندي ورود، يا هلا بورود. الو صباح الخير. صباح الورد. عفوا عن برجي، ارجع برجين. اي حبيبي. 91. اي شهر الثالث 21/3. جايه الصبح لو العصر؟ والله ما اعرف. مو هو يوم 21 حبيبتي يعتبر بداية فصل الربيع، وتنتقل الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل، فإذا كنت صباحا تعتبرين حوت، إذا كنت مساء تدخلين مجموعة الحمل، فهذا هنا لهذا السبب دا أستفسر. يمكن مساء. مساء، إذا أنت مواليد برج الحمل حبيبتي، مساء الحمل. بس أنت عارفة بشكل عام. بشكل عام. كل الهلا بيك، اهلا بيك، الشكر لله. ومعي نور من كربلاء، تفضلي نور، انت على الجو.
يسعد صباحك يا هلا حبيبي. يا عمري يسعد حبيبتي. كل الهلا حبيبتي. انت شلونك؟ تسلمين يا عيني، النور لكم. تفضلي. ممكن اعرف برجي؟ ليش ما ممكن قلبي، تفضلي. 21/10/94. 21/10/94 فقط معرفة البرج؟ عامة صورة عامة، الزواج، الحظ. أوكي حبيبتي، أوكي حاضر، تأمرين. مع اتصال آخر ومعي ابتسام. تفضلي يا ابتسام. مرحبا. أهلا ومرحبا حبيبتي. شلونك حبيبتي؟ كل الهلا كل الهلا بيك. أنت شلونك يا عيني؟ الله يسلمك حبيبتي قلبي. أنا ما أعرف مواليدي بالضبط، لا يوم ولا شهر. نعم. بس أعرف السنة، لأن إحنا كنا مسوينا سنة 1/7. ها مجموعة 1/7. أوكي. طيب بالنسبة للسنة إذا تنطيني إياها يمكن إحنا ممكن نساعدك عن طريق الأبراج الصينية، لأنه الأبراج الصينية تكون مسؤولة عن السنين. فنطابقها يقولون على اسم الأم والاسم. نطابقها. هو إيه يعني أكو قسم يقولون على اسم الأم، بس بالنسبة للفلكي الكبير أبو معشر الفلكي من ينطي الأرقام ما ينطيها اعتباطا، يعني هاي بيها فد لغز أو شفرة معينة، يعني مو بس أنا عفوا أجي أجمع الحروف ويطلع لي البرج. يعني أكو قسم يقول لك حرف ألف هالقد اكتب، أمي اسمها هالقد اكتب، ما يطلع البرج الصحيح. أكو بيها هاي قواعد، وأكو قواعد بالنسبة إلى تطلع البرج الصاعد وتطلع. أنا إن شاء الله اليوم أرجع للبيت إذا الله خلاني طيبة ورجعت، راح أخلي السنة مالتك حبيبتي أطلع عن طريق الأبراج الصينية وما يقابلها من الأبراج الاعتيادية. أوكي حبيبتي، فإن شاء الله أطلع لك البرج وباكر تابعيني وأجاوبك إجابة ضرورية. تفضلي حبيبتي. ألو صباح الخير. أم بنين، يا هلا بأم بنين، صباح الورد. شلونك عينك زيان؟ كل الهلا بيك يا عيني، أنت شلونك؟ الله يسلمك، الله يخليك، إن شاء الله بخير. رحم الله والديك. الحمد لله بخير. والله أنا أعرف برجي، برج العقرب. إيش بي؟ عن الحالة الصحية حاسي يعني فينا مو زينة. أنت كما يبدو العشرية الأولى، أنت بال يعني من 23/10 وصل 18/11/77. أي والحالة المهنية كنت أعرف عنها المهنية. حاضر يا أم بنين، حاضر عيني. عندك الصحة، عن الصحة إيش الصحة؟ ضعي يعني اسمحي لي عذرا على السؤال، شو تحسين يعني شنو عندك؟ آلام ظهر وراس معدة؟ اي والله عندي حساسية جسمي ومأذيتني، سلم أذيتني، عندي آلام بالرحم. نعم فهمت. اي مشاكل عندي يعني، وخاصه هالفتره هذه مش متأذيه. فهمت. اوكي حبيبتي، اوكي عيني عندك العافيه. تسلمين. رد اعرف عن برج الحوت. برج الحوت. الحوت اي، عن الدراسه عاجلتي حبيبتي. الدراسه وايد سرعه 22 حبيبي يوم، الله يخليها ان شاء الله ناجحه، لا تخافين عليها. رابط تعبني بس ما كنت شامل وظلت خايفه. حبيبي ان شاء الله ناجحه ان شاء الله، الله يخلي لك اياها. وعندي الاخت ام لواء من الموصل، تفضلي يا ام لواء. صباح الخير. هلا عيني، صباح الخير. شلونكي؟ هلا بيك يا هلا عيني، انت شلونكي؟ والله الحمد لله. سأل عنك طبعا ذاك اليوم خبرتوكي وعطيتوكي التواريخ وانطفى الكهرب. قولي يا مسكيني يلا. انتي تعرفين على مود بنتي 12/6. اي نعم، برج الجوزاء. اي بس هسه لا، هسه وضعيتك كثير راح تفرق. اي والله مليحه الحمد لله. الله يجعلها مليحه، الله يجعلها مليحه. الله يسلمك، يعني ان شاء الله بيها املي روح من السكري ان شاء الله. يعني هذا بلا شك لا تقلقي، بلا شك حبيبتي لا تقلقي، بس هسه هالفتره شويه وضعيتها زينه.
قولي قولي. على مود رهف بنتي 21/8 جت الساعة 4:30 العصر ودخش عشني برجة. الصاعد غير؟ ايه يعني برجة اسمي معغص يعني بصراحة. ما يخالف حبيبتي تدللين تدللين. و 25/11 لواء همين بنقطع ينجح ما ينجح. نعم. وتعطين انا 7/11 7/11 تخشعي اسمي الاخبار ومعك والدتي يوم اشخص. ايه وامي والدتي 8/5 بلا زحمة 8/5 اوكي عين. يعني هسه عاد تابعني انا جيت عند اهلي وعاد اقول لها سدينا خلت لي دواخ السكري قالت لي اكو هاك الشيء قلت لها والله انت تسمعين بالتلفزيون. حبيبي ان شاء الله سلمين على والدتك وبوسي بنتك وان شاء الله يا ربي عندها الصحه والعافيه كل الهلبي. الله يسلمك بس تحياتنا للوالده ينجح لو لا. الله موجود الله موجود الله موجود. تسلمين عيني تسلمين شكرا. هلا بيكي هلا حبيبي كل الهلا. ام محمد من واسط اهلا وسهلا. ميت هلا حبيبتي شلون السجن. كل الهلا كل الهلا الف هلا. حبيبي يا عيني الله يسلمك قلبي كل الهلا تفضلي. الله يخليك بعد عمري ارد اشوف برج الدلو. الدلو بشرتيني بشارة كلش حلوة واخبار كلش حلوة وطمحة صحيحة. يا ربي يا ربي يا الله الله يسعدك دائما يا رب. الله يسعدك دائما الله يسعدك يا ربي دائما بالخير والسعادة. حبيبتي دائما يا رب. اليوم برج الشوفية وشوفي برج الجدي وبنتي حلاوتك امتحانات. من هو ابنك جدي؟ جدي امتحان زين. حاضر حاضر حبيبتي يا الله ان شاء الله دائما. اتمنى انه المشاهدين اللي يتواصلون ويانا يخابرونا ويباركونا حتى نفرح وياهم. منو عندي؟ ايناس اشكرك. اهلا صباح الخير تفضلي ايناس. يعني برجي ليش ما ممكن تدللي تفضلي حبيبتي. انا مواليدي 22/2. نعم. بريد أتأكد من برجي. كانوا يقولوا لي الحوت فدائما من أقرب برج الحوت ما يطلع يعني مثل يعني شلون يختلف عن يعني حياتي اليومية. بريد أتأكد من برجي. هو ودائما أنا ما محظوظة. هذه ما محظوظة. إيه بريد أتأكد أنا بلا زحمة من برجي يعني مواليد 22/2 وجاية الصبح أنا. الصبح يعني من يا ساعة ليا ساعة؟ والله ما أتذكر يعني قالوا لي الصبح يعني جائز يعني مثلا من 5 للـ10 هيك. مو هي كل ساعتين يحكمها برج كل ساعتين يحكمها كوكب. والله حبيبتي ما أعرف يعني بالضبط يعني تعرفين أمهاتنا قبل يعني ما يذكرنا. تمام تمام يما تمام 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 صح صح صح, صح. ايه. صح اي فهمين بصالت الولاده ما كان اكو ساعات حتى تباوع. نعم اقول لك بصالت الولاده ماكو ساعات حتى تباوع يمكن. اي عافيه دائما يعني اسال الوالده تقول لي والله ما ادري اتذكر يعني. صح حقيقه حقيقه حقها ان شاء الله ينطيها الصحه والعافيه وان شاء الله نحاول قد الامكان انه نشوف اللي الوضعيه اللي تناسبك و أجاوبك إن شاء الله عن طريق التلفزيون. شاكرة إليك إيناس هلا بيج. طبعا أكيد أبدأ بالإجابة على الأخوة والأخوات المتصلين مع شكري لهم ولمتابعتهم لنا. الأخت حنين تقول أني 23/4 اللي هي مواليد برج زوجها هو العشرية الأولى من برج الثور وهي أيضا 16/5 العشرية الأخيرة من برج الثور لأن 20/5 تبدأ فترة برج الجوزاء. فاثنين الأخوة الزوج والزوجة بالنسبة لي هم يمثلون واحد العشرية الأولى وواحد العشرية الأخيرة. فكعشرية أولى لبرج الثور هو عشريته عطارد وانتي زحل. هو عشريته ثور عشرية عطارد وحضرتك مواليد برج الثور عشرية زحل. هذا ايش راح يخلي؟ راح يخلي انه اكو فالتوافق معين يعني بيناتكم لانه تعتبرون تقريبا من نفس الطبيعة لكن هنا شوية اكو فرق بالطباع. هو شوية اكثر دقيق اكثر
يتحرك أكثر، متسرع أكثر، مثلا شلون نقول يريد يتخذ القرار قراره شوية ياخذه بصورة أكثر تسرعية. أنت من نوع لا تتحملين مسؤولية، صبورة، ساكتة، في بعض الأحيان يعني مثلا شلون نقول تلتم عليك فتتعبين، تتعبين بشكل هو غير. التوافق هو حقيقة موجود، بس هذا يعني لابد أنه في إنسان معين أكو فد حالة معينة، لأنه الكمال سبحانه وتعالى للرب. فالإنسان دائما يحاول أنه يكتشف الأمور اللي ممكن أنه تكون بإشكالية، ويحاول أنه يكرس حياته حتى يغيرها، وكذلك يغير من المقابلة. كمواليد برج الثور، هسه المريخ موجود عندكم، المريخ دا يخليكم تكونون عصبيين، تشكون من شيء من الالتهابات، أرق، وجع راس، أمور، بس بنفس الوقت عندكم طاقة، عندكم اندفاع، عندكم قوة، عندكم جرأة، عندكم يعني شلون نقول قوة اندفاعية. هذه من الأشياء اللي ينطيها منو مواليد كوكب المريخ لبرج الثور هذه الفترة. وجود الشمس أيضا في درجاتها الأخيرة، لأن ما بقالها غير بس 5 أيام باقية في برج الثور، بعد ذلك راح تنتقل إلى برج الجوزاء. هذا ايش راح يخلي؟ راح يخلي هسه الفترة حلوة، حلوة لكم اثنيناتكم، اللي عنده رغبة في عمل، يريد يقدم على وظيفة، يريد عنده معاملة، عنده أي شيء يقدمها، لأنه هذه الفترة راح تكون حلوة. الجاية اللي هي من اليوم دخل عطارد مع الزهرة مع المشتري إلى برج الجوزاء اللي يمثل لكم بيت المال والأرباح والعمل، عندكم أشياء تريدون تشتروها تقدرون تشتروها، عندكم مثلا بدء فد مشروع معين يقدر يسوي، يقدم على سفر إمكانية كلش حلوة، الدراسة كلش حلوة، يقدر يستقطب الدبذبات الإيجابية كلاكما. هو كعطارد أكثر يستفيد، لأنه عشريته مثل ما قلت لك عطارد، موجود عطارد، يعني هذا فتشي دا يخلي وضعية زوجك تكون حلوة، فخلي يستفيد من هذه الفترة. هذه الفترة لمواليد برج الجوزاء، للحمل، للثور، هي جيدة، عليه أن يستفيد منها. بالنسبة إلى الأخت ورود، تقول أنا 21/3 أريد أعرف برجي، قالت لي مساء، أي أنت حبيبتي من مواليد برج الحمل، ربيعية بحتة. بصورة عامة كتواجد كواكب وخارطة فلكية، من أشرح لكم أقول لكم كوكب انتقل إلى هذا البرج، من خلال هذا الشيء نعرف أول شيء أورانوس موجود عندكم، هذا الشيء دا يخلي أنه هذا الكوكب ينطيكم فد أمور إيجابية للتغير نحو الأحسن، تطرأ في الظروف على مواليد برج الحمل تخليه ممكن أنه يرتفع ويصل إلى الأفضل، لكن يجب أين أن يقتنص هذه الفرصة. هذه الفرصة موجودة لسنة 2019، هذا واحد. الشيء الثاني كمواليد برج الحمل موجود يمثل لكم هسه الشمس والمريخ موجودين في برج الثور، هذا شيء خلي قسم من عندكم يشعرون بوعكة صحية في الأيام الأقل حظا، عندكم مصاريف طارئة تجيكم، بس بالمقابل تجيكم أرباح، إمكانية الحصول على عمل أو عمل إضافي، تأثيركم على العالم حلو بحيث تحصلون على إطراء، هدايا، أشياء غير متوقعة، أمور تريدون تشتروها تستفيدون من عندها، اللي يشتري سيارة، اللي يشتري مثلا حاجة أثاث، يشتري ملابس، يعني هالمسائل كل واحد حسب عمله. اللي يريد يبدأ بمشروع خل يمشي ويمضي قدما ويدفع بمصالح قدما، فهذه هي ميزة فترة برج الحمل، تكسب له نجاح مالي وكذلك اجتماعي. والإنسان من يكون في حالته المالية يتعب وينجح وكذلك اجتماعيا ناجح، إذن هاي هي أسس النجاح، فخلي يتعب على نفسه برج الحمل. نور من كربلاء تقول أنا أريد أعرف البرج وأريد أعرف بصورة عامة. بالنسبة إليك
العشرية الأخيرة من الميزان اللي هي تحكمها المشتري. حبيبتي أنت مواليد برج الميزان وعشريتك المشتري، هذا شنو؟ هذا يخلي كعشرية مشتري هذه الفترة راح تبدون تستفيدون من وجود المشتري ببرج الجوزاء. هذا ايش راح ينطيكم؟ راح ينطيكم من ناحية العاطفة فالدفعة، من ناحية أكو فرد شي تريدون تمضون به أو تقدمون عليه ممكن أنه تحققوه، استيعابكم للأمور، طاقتكم اللي تستوعبوها أو اللي تستحصلون عليها تكون إيجابية. دخل هسه عطارد وكذلك الزهرة إلى برج الجوزاء، هذا ايش راح يسوي؟ راح يرفع من جماعة الميزان. فيا فترة الميزان ويا مجموعة الميزان حاولوا أنه تستفيدون من هذه الفترة، لأنه إن شاء الله راح يدخل لكم أيضا الشمس وراح تخلي المسائل بالنسبة لكم أفضل. بالنسبة لابتسام إن شاء الله بكرة أجاوبك حبيبتي. أم بنين تقول أني 18-11 أعاني من أمور صحية. بالنسبة لأختها بنتها 27-2 27-2 مواليد برج الحوت، هذه الفترة بالنسبة لهم حلوة، يعني ما أتصور أنه رح يكون بيها فد إشكالات معينة. برج الحوت أيضا مستفيد من هذا التواجد الكوكبي، لكن شنو نقول أنه مشغوليات، عنده مشغوليات بس هي كطفلة يعني ما أتصور ذيك المشغوليات اللي ممكن أنه يشعر بها الكبار. أنت كناحية أكيد تأثير كوكب المريخ بتشكيلة لزاوية مع زحل راح تشعرين بهذه الأشياء اللي دا تحسين بيها. حاولي حبيبتي أنه تراجعين طبيب، وكذلك تحاولين أنه تنتظمين بغذائك، حاولي أنه تستخدمين الأشياء الأعشاب. الأعشاب من يعني من أعشاب يكون جيد جدا، ممكن إنه يشيل هالمسائل الحساسة اللي دا تحسين بيها بجسمك، إضافة إلى المشاكل اللي ذكرتيها بالرحم، هذا فشي طبيعي جدا لأنه كوكب المريخ يأثر على هالمناطق جدا في الجسم، فوجوده حاليا في برج الثور راح يشد من هالموضوع. لا تخافين، يوم 31 بالشهر راح تبدين تحسين بخفة هالحالة. احتمال الحساسية اللي دا تحسين بها نتيجة هالالتهابات دا تبرز على جسمك، فحاولي انه تستشيرين طبيب، علاجها كلش بسيط، وعلى مر الايام راح تحسين انه الامور راح تخف. لا تخافين، لا تخافين ابدا. ام لواء تقول اني 21/8 ابنة جاي ساعة بالاربعة العصر، هو من مجموعة الأسد الأخيرة يعني العشرية الأخيرة، وهو طالع الحمل، طالع الحمل. بالنسبة إلى مواليد برج الأسد هسه هالفترة شوية خلي ديروا بالكم عليهم من هون إلى يوم 31، ماكو فد شيء يخوف، لكن شويه نفسيتهم متراجعه، شهيتهم قلل الاكل، وضعيتهم تعباني، النفسيه نتيجه استقطابهم لهذه التاثيرات تعكس على الجهاز العصبي بالنسبه لهم، فدي يكونون مو بالمود. حاولوا هالفتره تكونون وياهم دبلوماسيين، تتجنبون الاحتكاك وياهم، داروهم ان شاء الله الفتره راح يبدون منها اليوم يحسون بتحسن، بعد 5 أيام اخرى يحسون بتحسن اخر. 31 الشهر راح ينتقل المريخ الى من البرج اللي يسبب لهم مشاكل الى برج اخر اقل يساعدهم يرفعهم، ان شاء الله يكونون احسن. بالنسبه الى لواء امتحانات، إذا كان دا يقدم امتحانات هو عليه أن يبذل الجهد، يحتاج إلى تركيز. هذه الفترة حلوة إن شاء الله راح تبدي تخف أيضا هم عليهم حينما تتحرك الكواكب من برج الثور، بس خلي حافظ شوية على الصحة ويبتعد عن الانفعال. بالنسبة إلى بنتكي هذه الفترة إن شاء الله راح تبدي تشعر باستقطابات جيدة، فحاولي إنه يعني شلون نقول كدفعة إلى وضعه الصحي، استقطابه، امتثال الدواء في جسمه إن شاء الله راح يخلي وضعيته أكثر تكون مناسبة.
حاولي انه تستشيرين الاطباء والعشابين اللي مثلا ممكن ان يصفوا لك غذاء جيد بالنسبه له وهو القرع الشجر. كل الزين يساعد ايضا على تخفيض واستقرار السكر في البنكرياس ان شاء الله. هذه المسائل تحسين بيها، وكل ما تكبر كل ما هذا المرض ان شاء الله ينقتل. بالنسبة إلى الوالدة 8/5 هي من مواليد برج الثور، استقطابات هي حاليا هسه شوية في الأيام الأقل حظا تشعر بشيء من الالتهابات، آلام في الرأس، حكة، حوادث بسيطة، شلون نقول ألم في الرأس، أرق، هذا فتشي طبيعي لأنه تأثير كوكب المريخ على مواليد برج الثور. إن شاء الله الفترة المقبلة أكو عنده فد فرحة تخص المال، كيف لا أعرف، لكن أكو أموال ممكن أنه تستقبل. بالنسبة إلى أم محمد بن واسط تقول أني أريد أعرف مواليد برجي والجدي عند امتحان. طبعا مواليد برج الجدي هذه الفترة والفترة المقبلة ما عندهم مشكلة، يقدرون يستخدمون عقلهم بالشكل الأمثل، إمكانية استقطاب المعلومات جيدة عندهم فلكيا. وجود المريخ في برج الثور يساعد الجدي كثيرا، كذلك وجود الشمس هذه الفترة خلي شوية يركز على الدراسة، ما يتعب نفسه كثيرا، لكن إن شاء الله تكون النتيجة جيدة جدا جيدة جدا، لا تخافين. بالنسبة إلى مواليد برج الدلو هذه الفترة فترة مصالحة، فترة محبة، فترة تقدم، فترة كذلك يعني استقطاب لذبذبات إيجابية، لأنه وجود كواكب في برج الجوزاء يساعد مواليد برج الدلو على تخطي محنة، الخروج من حالة عصبية، الخروج من حالة صحية، الشفاء، كذلك إمكانية المصالحة مع الأولاد أو فرحة تخص أحد الأولاد إن شاء الله في انتظاركم. بالنسبة إلى إيناس من الأنبار تقول أني 22/2 من مواليد برج الحوت، وتقول أني ما محظوظة. 22/2 و 24 فرق مش 4 و 6، 4 و 6 هاي كأرقام حظ حبيبتي إيناس. نعم أنت من مواليد برج الحوت العشرية الأولى أكيد، اللي هي منو يحكمها؟ يحكمها زحل. زحل يجعل الإنسان دائما يتحمل المسؤولية، ودائما يعني تفكيره يعمل، دائرة فكرة تعمل، ففي بعض الأحيان من تتكوم أو تتشعب المشاكل والأمور شلون نقول الحياتية المتعبة، فجماعتكم هواية تتعبون مين؟ من الفكر، والفكر من يتعب شو تسوي؟ النفسية كذلك أيضا تتعب. التعب هذا حبيبتي حاولي أنه قوتك العقلية التي تعطيها لك وضعيتك استغليها لأجل أنه تدفعين بمصالحك قدما. هذه الفترة جيدة، الفترة المقبلة إن شاء الله راح تكون أيضا بالنسبة لكم جيدة. عندكم فتشي خبصة عمل، مشغوليات، إمكانية مثلا تقدمين على وظيفة تحصلين عليها أو وظيفة أفضل تحصلين عليها في هذه الفترة والفترات المقبلة بإذن الرب. عندكم السنة شهر السادس مستحيل مستحيل ما ممكن أنه يحدث بفد ارتباط ناجح، وفي نهاية السنة إن شاء الله الخمسة أشهر التي تنهي السنة، الشهرين اللي تنهي السنة والثلاثة أشهر اللي نبدأ بها السنة المقبلة، مواليد برج الجدي عندهم ارتباط وارتباط ناجح. لا تقولين أنا ما محظوظة، رقمك 4 يعني كوكب أورانوس يعني تقدرين تدفعين بمصالحك قدما. استخدمي فكرك وإمكانيتك العقلية اللي سبحان الله نعطيك ياها نعمة، هدفي بيها لأهدافك وإن شاء الله راح تكونين من الناجحين في حياتك. انتظري الأيام المقبلة إن شاء الله راح تكون أفضل بالنسبة لك. الإنسان دائما يحط مصالحه أمامه ويعتبر الخلف الأمور اللي يمر بيها بالخلف هي الماضي، فحينما التفت حتى أرى خلفي لا أستطيع أن أرى أمامي سأعثر. خلوا دائما الطريق أمامكم واللي يمر في الخلف دائما خلوا بالخلف، إن شاء الله حياتكم تكون دائما مريحة.
وصلت فقرتي للختام أتصور أستاذ محمد. أقدر أخذ الأبراج بشكل سريع، أكيد أخذ الأبراج بشكل سريع نتيجة لوجود القمر في برج الأسد. بدأ القمر يدخل فترة خلو مسار حتى يدخل إلى برج الأسد الناري، هذا رح يدعم منه، رح يدعم مواليد برج الحمل وكذلك برج الأسد وبرج السرطان وبرج القوس، فهذه الفترة رح تكون بالنسبة لهم جيدة. لنقل لمواليد برج الحمل العناوين، بالنسبة لكم إمكانية يومين إيجابيين ممكن أنه تستفيدون منها، اللي على طريق سفر بعيد، اللي على دراسة ممكن أنه يستفيد منها اليومين في أنه يستقطب الدراسة، اللي عنده أمور لا سمح الله قضائية ودي باشر بيها، يعني تكون النتيجة جيدة مسهلة. بالنسبة إلى مواليد برج الثور نقول هذه الفترة رؤسائك عينهم عليك، حاول في عملك أنه تثبت وجودك، كون تحت طاعة القانون ولا تخالف القانون، إن شاء الله رح تكون دائما بوضع أفضل، هذا رح ينطي فالدفعة لك إنسانية وكذلك مهنية. لمواليد برج الجوزاء نقول أنتوا في هذه الفترة إن شاء الله نجاح اجتماعي، كاريزما، كلمة مؤثرة، فاللي عنده أشياء تخص التعامل مع الآخرين والمجتمع أوكي اقدموا بيها. لمواليد برج السرطان أمور مالية واستشفائية إن شاء الله جيدة، بالإضافة إلى هذا ممكن أنه فرصة للعمل على يعني شلون نقول يعني أكو فرصة لأن تجدون عمل أو عمل إضافي. مواليد برج الأسد القمر في بيتك، الوضعية أفضل من اليومين السابقين، استثمرها لأنه رح يكون أسبوع وبداية أسبوع جيد بالنسبة لك، ابذل جهدك وامضي بمصالحك للأمام. كمواليد برج العذراء هذه الفترة حاولوا أنه هذين اليومين أنه تبتعدون عن المشاكل شوية، يومين أقل حظا، حاولوا إذا شعرتوا بشيء من التكاسل أو عدم الرغبة أو التراجع الصحي والنفسي حاولوا في هذه الفترة أنه تتركون هاليومين، أكتفي في العمل العادي وأحاول أنه أرفه عن نفسي. بالنسبة إلى مواليد برج الميزان الأصدقاء يلعبون دور في حياتك، رح يكون بالنسبة لك يومين إيجابية استغلها. مواليد برج العقرب يقول لك مشغوليات عائلية وأمور تحتاج من عندك الرعاية والاهتمام كالصحة، صحتك أو صحة أحد والديك أو متطلبات منزل، كون قد المسؤولية وإن شاء الله يا ربي تعدي هاليومين. لمواليد برج القوس نقول الفترة جميلة جدا، إن شاء الله استثمروها بالشكل الأمثل، يومين مناسبة حاولوا قد الإمكان أنه تستثمروها في المضي قدما بمصالحكم. لمواليد برج الجدي نقول حاول هذه الفترة أنه تفكيرك في هذه الفترة مالي، إذا كان عندك شيء بيع شراء تسليم تسليف رجال الأعمال شغل مع مصرف اقتراض سداد دين، هاي الفترة مالية بحتة. لمواليد برج الدلو نقول كن أكثر صبرا مع يعني شريك العمل وشريك العاطفة، إن شاء الله بس يعدي هاليومين تكون الوضعية أفضل. حاول أنه لا تحتك بأحد ومشي الأمور كيفما تكون، الأفضل أنه ما نطور المشاكل. بالنسبة لمواليد برج الحوت حاول أنه تحافظ على صحتك في هذه الفترة، إن شاء الله الفترة راح تكون نشطة بالنسبة لك، حياتك إن شاء الله راح تأخذ مجال من النشاط، حاول قد الإمكان أنه تكون أكثر صبرا مع زملاء العمل. ووصلنا إلى الختام، أشكركم وأشكر متابعتكم وأشكر الكنترول والسيد المخرج لتعاونكم، أتمنى لكم الموفقية وأيام حظوظ إن شاء الله دائمة، حتى ألتقيكم بكرة، لكم مني أطيب التحيات.
شكراً إلى الجنان. مشاهدينا رح ناخذ تقرير ومن بعدها مستمرين بتكملة فقراتنا لصباح اليوم. تقريرنا حيكون عن المعرض السنوي للزفاف في باريس لنشاهد. إذن مشاهدينا الأحبة متواصلين وياكم في تقديم فقراتنا في يوم جديد. وصلنا وياكم إلى فقرة تتش. اليوم ويانا قدرة ألهر المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية في السويد وباحثة اجتماعية مقيمة منذ أكثر من 30 عام. أكملت دراستها في السويد وحصلت على دبلوم إعادة تأهيل المرأة والطفل المتعرضين للعنف الأسري ونالت شهادة الماجستير في علم النفس. وهي تعمل حاليا باحثة اجتماعية في مركز الأزمات للنساء والأطفال التابع للشؤون الاجتماعية بمدينة مالمو في السويد. صباح الخير. صباح الورد. صباح النور جديد. يعني صباح تفاؤل وصباح جميل. صباح كله ورد. شكرا لكم على الاستضافه الجميله هذه بالحقيقه. ولازم اقول لكم انا احسد قناه الرشيد كلش هواي على هذا الموقع الجميل اللي انتم قاعدين به يعني على زجله السويد يعني. اهلا وسهلا بك. نورتنا اليوم في يوم جديد. شكرا على هذه الكلمات الرائعه. الله يسلمك. نحكي شوي عن الغربه. نحكي عن الغربه. الغربه طبعا الغربه مره. الغربة مؤلمة. البعد عن الأهل خصوصا في بدايات الغربة. البعد عن الأهل والأحبة والطفولة والذكريات والأصدقاء مو سهل. أكيد مؤلم جدا. لكن إحنا البشر بطبيعتنا النفسية والاجتماعية قابلين للتغيير. إحنا نتغير. إحنا نقدر نتأقلم رغم الحنين اللي عندنا. رغم الحنين إحنا نقدر نتأقلم. إحنا نقدر نتغير. إحنا نقدر يعني نعيش في بيئات مختلفة وفي أماكن مختلفة. لو إحنا نجيب يعني يمكن هذا الفرق بيننا وبين الكائنات الأخرى إنه إحنا قابلين للتغيير. فالغربة رغم مآسيها ورغم يعني مساوئها إلا إنه هي انطتني أشياء كثيرة أيضا. انطتني أن أكون يعني علمتني أن أكون إنسانة. علمتني أن أتعلم الإنسانية. علمتني أن أتقبل الناس. أتقبل الآخرين. علمتني أن أتغير. علمتني أن أحترم نفسي. أحترم ذاتي. علمتني أن أكون حرة. نعم وجود هذه الابتسامة الجميلة أيضا. نعم شكرا. نعم. الله يخليك. نعم شيء أكيد هاي تعلمتيها من أكيد 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 أكيد. فيعني الغربة بيها سلبيات أكيد. اللي البعد عن الوطن والأحبة والأهل والأقارب والناس الحلوة والذكريات. لكن أيضا بيها أشياء إيجابية. أن تكونين حرة في اختياراتك بالحياة بهذه الغربة هو نعتقد شيء إيجابي جدا. هنتحدث عن اختيارك بالغربة خصوصا بكمال دراستك حول موضوع الطفل والمرأة. نعم بالحقيقة أنا بدأت دراستي ترجمة. في البداية درست الترجمة ومترجمة أنا مسجلة عند السلطات السويدية من 1996. لقائي بعدد من النساء والأطفال اللي يتعرضون للعنف أدى بي لأن أكمل دراسات أخرى. بالتالي درست هي علم النفس السلوكي المعرفي وأخذت أيضا ماجستير بعلم النفس. جميل. وهذه الدراسة طبعا أكيد ساعدتني حتى أكون أكثر يعني مهنية في عملي. وبنفس الوقت يعني نضالي وشغلي وتعبي لأجل نساء الأرض.
نعم. يعني أنا ما تخصصت أنه أناظر لأجل النساء في السويد أو لأجل النساء في العراق أو لأجل النساء أو الأطفال أيضا. طبعا الأطفال لازم ما ننساهم شكل. المتعرضين للعنف وهو بكل العنف يعني كل أنواع العنف وإعادة تأهيلهم. فهذا التخصص الأكاديمي ساعدني كثير بعملي وبحياتي الشخصية أيضا. بحديثك عن الاختصاص بعلم النفس كيف يعني ساعدك بالتعامل مع المرأة أو تأهيل المرأة بصورة عامة؟ هو أنت تشددين كل هواية على المرأة طبعاً. وأنا أحترم طبعا كل هواية رغبتك في هذا التشديد. لأن أنت اختصاصك عن المرأة والطفل. المرأة والطفل نعم. بالضبط. فلن تتحدث باختصاصك. نعم الاختصاص. شوفي لو خلينا نقول احنا خلينا ناخذ مثل من بيئتنا بالعراق. انا حنت شوف هذا الموضوع جيتي للعراق وشفتي الوضعيه. نعم. احب ايضا اعرف الصوره اللي شفتيها. اكيد اكيد هذا طبعا تدللين اكيد راح نحكي والحديث يطول يعني. نعم. بس انا اقول لك لو احنا ناخذ بيئتنا بالعراق. نعم. المراه او الطفل او الرجل لو خلينا نقول المثال العام. نعم. انفجار صار شافوا قتلى وشافوا جرحى وشافوا الناس تركض والمستشفيات تشتغل والإسعافات ولا. هذا الجو جو أزمة بحد ذاته. العنف يسبب أزمة. فإذا العنف سبب أزمة إحنا نحتاج أن نضع النقاط على الحروف في عقلية الإنسان ونفسيته. نقول له أنه إيه نعم أكو عنف صار انفجار أدى لأنه ناس انقتلت أدى لأنه ناس انجرحت وناس تأذت ونسوي برنامج خاص لإعادة تأهيل هذول الناس اللي فقط شافوا العنف. زين كيف الناس اللي تعرضوا للعنف نفسه؟ فإذا أيضا لابد أن يكون تخصصات لإعادة تأهيل هذول البشر. ليش لازم نسوي هذا ليش لازم نسوي إعادة تأهيل للناس يعني؟ وخصوصا يمكن كثير من الناس يقولون يعني ترى ماكو داعي يعني أوكي وشنو يعني الناس تعيش وخلي لا. بالنسبة للطفل تصير عنده اهتزاز بالشخصية، تصير عنده قلق بعدم الأمان، شعور بعدم الأمان، ألم نفسي دائم وخصوصا إذا كان الأهل في كثير من الأحيان والجيران والمجتمع العام يقول له انت ما شفت شيء ماكو شيء يعني لا 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 ماكو شيء خلص 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 يعني ويحاولون يسدون على الموضوع دائما. هو ما ياخذ اجابه حقيقيه للشيء اللي شافه واللي موجود في عقله. فهذا يسبب له مشكله بالكبر. ونفس الشيء الرجل ونفس الشيء المراه شافوا هم شيء مؤلم يروح للبيت منكون زعلان مقهور متالم يوم اثنين ثلاثه، لكن اذا ما حصل على اعاده تاهيل من ناس متخصصين هذا الالم النفسي راح يظل. زين احنا كيف اذا احنا نشوف مره على مره ونتحدث عن العنف وكانه حاله عاديه؟ هي مو حاله عاديه لانه هي ازمه بالحقيقه. هي تسبب ازمه للانسان. نعم. فأنا انطيتش العنف بالشارع. إذا نرجع على العنف بالبيت. نعم. العنف بالبيت هو لسه على أسوأ وأكثر أذى وأكثر مؤلم للمرأة، هي العنصر الضعيف. وأيضا للرجل اللي هو ما عنده أسلوب. رح ننصف شوية بالتأكيد أكيد إحنا 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 دائما منصفين. الأسلوب التعامل لأنه الحياة الاجتماعية، القلق الاجتماعي، الضغوط ضغوطات الحياة على المرأة وعلى الرجل يصير عندهم صعوبة بالتواصل. نعم. وبالتالي يؤدي للعنف. من يوقع بها هنا؟ يوقع بها الطفل هذا المسكين شكرا. اللي ما يعرف شنو دا يصير، خصوصا لما يكون لما تكون اكو مشكلة بين الأم والأب. هذولا مصدر أمان للطفل. زين إذا هذا مصدر الأمان هو مو آمن، فتصوري أنت شنو راح تصير المشكلة. بالحقيقة الحديث عن هذا الأمر ممكن أنا وياش نقعد كثير ونحكي عنه. نعم. من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية ما لا نهاية. ما لا نهاية. نعم. بس احنا نحتاج نحط مثل ما قلت نحتاج نحط النقاط على الحروف. حلو. نحتاج نسوي برامج إعادة تأهيل شكرا. نحتاج نطلع ونقول ايه احنا عندنا مشكلة. ما نخاف انه نعلن نعم احنا عندنا مشكلة. يعني انا اشتغل في بلد مثل السويد وهي مشكلة عالمية بالحقيقة. هي ما تتعلق بعرق ولا تتعلق بمجتمع ولا تتعلق بلغة ولا تتعلق بدين. انا اعيش بالسويد وانا اسوي إعادة تأهيل للنساء والاطفال المتعرضين للعنف وللرجال اللي يعنفون وايضا المتعرضين للعنف.
في السويد هذا البلد المتطور. فإذا هي إحنا عندنا مشكلة مجتمعية عالمية ما إلها علاقة بأي مجتمع ولا إلها علاقة بأي دين. لو إحنا فكرنا كل واحد من عندنا يقول أوكي إحنا عندنا مشكلة وخلينا تعالوا نتفاهم، خلونا نشوف لنا شنو البرنامج اللي لازم نسويه، شنو الآليات اللي لازم نستخدمها لحتى نعيد بناء الإنسان، وهو كل اللي مطلوب هو هذا الإنسان. طيب خلينا نتحدث عن كيفية معاملة المرأة اللي تتعرض للعنف في السويد. أول شيء يعني أنت أخذت السويد نموذج، فهو نموذج رائع جدا لأنه السويد عندها برامج، هذه البرامج وضعوها ناس متخصصين جدا وباحثين متخصصين جدا. المرأة من لحظة تعرضها للعنف، من الوقت اللي تتعرض به للعنف وتطلب المساعدة، يكون أكو طاقم عمل متخصص لإعادة تأهيلها والاهتمام بها. يعني مثلا لو المرأة نقول أنه تعرضت إلى عنف، انضربت سكينة، نقول راحت للمستشفى، بس السكينة ضرب عادي. أوكي شفتيها شليرة هذه، بس هي مو لا هو سكينة، هي واردة الضرب العادي. أوكي الضرب العادي، وحتى الضرب العادي بما أنه إحنا نعيش بالسويد أكو قوانين تحمي الإنسان بغض النظر إذا كان رجل أو امرأة. المستشفيين عادي هذا كل ما كان إلى يحدث هذا، لكن أنا ردت أجيب ليش المثل الأقوى. أوكي خليني على الضرب العادي، هو ما راح يختلف شيء طبعا. لكن لما تروح للمستشفى طاقم الأطباء اللي عالج هذه الحالة هم طاقم متخصص درسوا حالات العنف والتعامل مع هذه الحالات والتعامل نفسيا مع هذول النساء. بعدها نوصل إلى أنه الشرطة تتدخل. طاقم الشرطة اللي يتدخل بهذا الأمر أيضا هو طاقم متخصص، يعني مو يجي أي شرطي عادي يجي يسوي تحقيق، لا، إنما شرطة مجتمعية متخصصة تقوم بأداء هذا الواجب على أفضل وجه، بأسلوب حديث جدا وبأسلوب مدروس جدا وبأسلوب يكون ما يخلي المرأة تشعر بالإهانة أكثر بسبب هذا العنف، لأنه المرأة هي أساساً هي شعرة بالإهانة لما متعرضة للعنف. زين إذا تيجي للسلطات، السلطات هذه ما تعرف تتعامل معاها، فإذا راح تشعر بدونيتها، يعني راح تشعر بعدم أهميتها، راح تشعر يعني قلة قيمتها. إذن الشرطة أيضا متخصصين دارسين، شرطة متخصصة بالعنف في حال يكون العنف الأسري. هذا وصلت للديفورس بعدين. نعم. نيجي إلى محامين الدفاع، مدعين العامين، القضاة، كلهم لازم يكونون متخصصين. زين هذا الموضوع على المدسين وعلى الضرب العادي يكون. حتى الضرب العادي. ضرب العادي. لا حتى الضرب العادي. لأنه مثل ما قلت لك القانون يمنع الضرب. بالتالي لأنه يمنع ضرب حتى الرجل ممنوع ينضرب، يعني ترى لا تفكرون أنه ماكو رجال أيضا تنضرب، أكو رجال تنضرب أيضا، وأكو رجال أيضا تطلب المساعدة. يعني هذا موجود أيضا، لأنه إحنا نعيش في مجتمع متعدد الثقافات. السويد وإحنا في بلدية مالما واحدة تقريبا 130 إلى 140 ثقافة مختلفة، جنسية مختلفة، فأكو رجال أيضا تتعرض للعنف. ولهذا إحنا كثير نقول أنه المرأة تتعرض للعنف لأنه النسبة الإحصاءات تقول تعرض المرأة للعنف أكثر من الرجل، لكن هو الرجل أيضا يطلب على المساعدة. بعدين تصير أيضا المحاكم. يجي دورنا إحنا من البداية كباحثين نفسانيين واجتماعيين، من البداية لإعادة تأهيل هذول النساء، أنه أول شيء المرأة تشعر بالذنب لما تتعرض للعنف، تقول أنا شنو سويت غلط، ليش انضربت، شنو السبب، اكيد انا عندي فتشي خطا، اكيد انا سويت فتشي مو صحيح، مو لازم كان اسوي. اهم شيء والاطفال لما يشوفون امهم تنضرب ايضا يحملون نفسهم هذا الشعور بالذنب، انه احنا ممكن صرخنا، صيحنا، اذينا، طلبنا طلبات كثيره، احنا اذا سببنا هذه المشكله. فهذا الشعور بالذنب من الضروري جدا انه احنا كباحثين نفسيين واجتماعيين انه نساعد هذول الاطفال والنساء على انه يتجاوزون هذه المرحله. من قام بالعنف هو مسؤول عن هذا العنف،
الإرهاب اللي يطلع بشوارع بغداد ويفجر هو اللي مسؤول عن هذا التفجير. صحيح. مش الناس الضحايا اللي انقتلت وانجرحت وتأذت من هذا العنف. نعم. إنما هو اللي سبب هذا العنف. إذن هو الـ الـ الأساس. أكيد هنا النسبة تفرق طبعا نسبة العنف، لكن إحنا نقول إنه لما العنف يصير بالبيت أخطر بكثير من العنف اللي يصير بالشارع. سبب شنو هو؟ لأنه البيت مصدر أمان، بيتك لازم يكون مصدر أمان إليك. فإذا مصدر الأمان إليك هو مو زين، إذن يعني أنت مو آمنة، بيتك أنت مو آمنة، فإذن يعني الأمور كلها راح تكون النفسية والاجتماعية والإبداع عند الإنسان راح يفرق كثير. هل تحدثنا عن المرأة إذا تعرضت للعنف، الطفل إذا تعرض للعنف الأسري؟ العنف الأسري طبعا يعني حلو ست صابرين، انت تحطيني بالقالب اللي انا اشتغل به بالضبط. يعني يعني قدرة الهر هذا التخصص. يعني الطفل لما يتعرض للعنف، وايضا طبعا احنا عندنا قوانين تمنع الضرب بالمدارس، ممنوع الضرب بالبيوت، ممنوع الضرب بأي مكان. الطفل مو لازم ينضرب، الطفل شخصية مستقلة نحترمه ونقدره ونقيمه ونساعده ونحبه لحتى يبدع، لحتى يكون نافع بالمستقبل. نعم. لو تعرض هذا الطفل للإهانة حيشعر بألم نفسي، وهذا الألم النفسي رح يخليه حتى لما يكون مبدع هو ما يكون مبدع بالاسترخاء، يعني مسترخي مرتاح، حيكون إبداعه مع خوف. نعم. مع قلق. فحتى نخلص هذا الطفل من هذه الحالة، من هذه عندنا برامج أيضا متخصصة. هذه البرامج طبعا الطفل على حسب الأعمار. نعم. من أي عمر نبدأ نعيد تأهيلهم. نعم. ممكن نعيد تأهيلهم من خلال الرسم، ممكن نعيد تأهيلهم من خلال المحادثة، نحكي مع بعض، نعيد تأهيلهم من خلال اللعب، نلعب معاهم وأيضا نعيد تأهيلهم. فإعادة التأهيل تكون بطرق جدا متحضرة، وبرامج مثل ما قلت لحضرتك مدروسة جدا حتى نساعد هذول الأطفال لأن يتجاوزون هذه المرحلة. أكيد الطفل اللي يتعرض للعنف، والمرأة اللي تعرضت للعنف، والرجل الذي تعرض للعنف ذاكرتهم مو يعني بيها ألم، الذاكرة بيها ألم. نعم. لكن هذه الذاكرة نحاول نخلي، أنا دائما أقول أو هو مثل سويدي بالحقيقة، نحاول نخلي لزقة على الجرح، لكن الجرح هو موجود لأنه الذاكرة صارت مينز. صار بيها شيء ألم. نعم. صار طيب. بيها شيء. من خلال زيارتك للعراق، أنها زيارة الأولى كانت؟ لا بالحقيقة هذه مو الزيارة الأولى، أنا نعم. أنا زرت العراق أكثر من مرة، والعام الماضي زرت العراق ومثلت السويد في جميل. يوم المرأة العالمي. نعم. نعم جميل. من خلال زيارتك للعراق هل حاولت دراسة العنف للأسرة للمرأة والطفل؟ شوفي صابرين، هذه مشكلة جدا كبيرة. نعم. ومثل ما قلت مشكلة مجتمعية تحتاج حكومات، تحتاج منظمات مجتمع مدني، تحتاج ناس أكاديميين وباحثين، تحتاج إلى قوة. هذا كله نحتاجه، كله نحتاجه. نحتاج إلى كل مؤسسات الدولة لأن تعمل من أجل وضع برامج متخصصة لحماية وإعادة تأهيل النساء والأطفال المتعرضين للعنف. هسه أنا المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للتنمية البشرية في السويد. بالحقيقة أنا ما صار لي زمان من أخذت هذا المنصب. أحاول بشكل أو بآخر أنه فرعنا بالعراق يبدأ يسوي نوع من الإحصاء. صح الإحصاء هذا صعب، مو كل النساء تحكي لأنهم يعتبروها هذه فت شغلة معيبة مخجلة مهينة للكرامة. بنفس الوقت عندنا بعض العادات والتقاليد أيضا تكون، نعم بعض العادات والتقاليد أيضا هذه اللي تأثر على النساء والأطفال أيضا، وحتى هم يعتبروها هذه كسر العائلة، يعني سر للعائلة، فيعني صعب تحكي. يعني المرأة تشوفيها هي امرأة يعني متعلمة وهذا تقول لك يعني صعب أنا شلون أقدر أحكي. أنا أتذكر بالسويد مرة جتني مديرة بنك من أحد أشهر البنوك اللي مشهورة بالسويد بالحقيقة، وأنا للصدفة لأني أنا أتعامل مع هذا البنك وأنا أعرف أنه هذه مديرة بنك وهي سويدية، زوجها من السياسيين اللي معروفين بالسويد أيضا،
فاتصلت قالت لي قدرة ممكن أشوفك، قلت طبعا نعم ممكن تشوفيني بالعمل، فتفضلت وأنا شفتها. قالت لي قدرة صعب علي أقول أنه ترى أنا أنضرب، ترى أنا أنضرب. فأنا بالحقيقة ما استغربت، قلت لها مو شيء غريب أنه أنت تنضربين، لأنه ممكن أي شخص يتعرض للأذى، ما يتعلق الأمر بدراستك ولا بعملك ولا بطريقتك بالحياة، ولا ما يتعلق، يتعلق الأمر بالشخص اللي أنت مرتبطة به، أو إذا نقول بالعكس، إذا نقول الرجل اللي يتعرض للعنف ممكن المرأة اللي تتعرض للعنف. وعلى فكرة العنف هو مو فقط الضرب، اللي إحنا دائما نتمسك أنه هذه الآثار اللي تبين على الجسم، الضربات اللي مبينة، العنف النفسي خطير جدا، عنف العزلة خطير جدا. يعني أنا أشوف كثير، يعني إذا أريد أسوي نوع من المقارنة، أنا أشوف العلاقات الزوجية حتى في بلداننا مع الأسف تعبانة جدا، لأنه الرجل يريد يملك المرأة والمرأة تريد تملك الرجل، يعني ماكو حرية. زين أنا شلون أبدأ إذا أنا فقط أكون مربوط، أو أنا أكون مربوطة لازم كل شيء، هذا كل شيء كلوز، كل شيء مسكر، كل شيء مسدود يعني. فكيف أنا أقدر أبدع، كيف أنا أقدر أنطلق أنه أنا تكون عندي علاقة بهذا الإنسان، أكو شيء ربطني أنا وياه، خلاني أعيش وياه، خلاني أحب أكون وياه. بس هذا ما يعني أنه أنا أتجرد من إنسانيتي، من حريتي، من استقلاليتي، ماكو داعي. إحنا نحب بعض ونعيش مع بعض، ونبدع، وايضا احنا اكو عندنا مجال. فانا هاي بالحقيقه اللي الاحظها كثير من بالعراق الاحظها، وخصوصا يعني انا شويه اعتب على نسائنا. نسائنا كثير من عندهم انه هي تغلق عالمها بعالم الرجل، هي نفسيا. وحتى لو الرجل يقول طلعي ابدعي سوي شيء، اعملي اعمال اخرى انت تحبيها، او اذا عندك هوايات انت سويها، فتشوفين المرأة لا، هي غالقة عالمها حوالين هذا الرجل. زين هي تختنق وتخنق إله، وبالتالي العلاقة تفشل. فالتواصل مع الاثنين ضروري جدا، لكن مع أنه يكون تواصل وحب وعلاقة، لكن لازم يكون أيضا أكو حرية واستقلالية. احترام للحرية والاستقلالية لكل فرد. نعم. يعني مو فقط ذكرت شيء جميل، مو فقط عن المرأة الرجل، أيضا لازم تعطي نوع من الحرية. يعني. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. أنا هذا بالحقيقة هذا اللي أنا لاحظته كثير من الرجال، لأن أنا متزوج فأنا ما أقدر أحضر مؤتمر، ما أقدر أطلع، ما أقدر أروح أسوي فد شيء. صحيح. وإذا متزوج الحياة الزوجية إلها قدسيتها. نعم. وإلها مكانتها. وإلها بالعكس، أنت لما تطلعين ولما أنت تبدعين ولما أنت تشوفين العالم الآخر ولما أنت توجدين نفسك وتوجدين ذاتك، راح تكونين أكثر مبدعة بالحقيقة، راح تكونين أكثر محبة لعائلتك، راح تكونين أكثر أنه حتى الرغبة لأن تكونين مع عائلتك تكون أجمل. بينما أنا لما فقط أتقوقع بهذا العالم، وين رحت، وين إجيت، شنو سويت، شنو تحركت، شنو هذه مشاكل، هذه قمة بالعذاب. نعم. هذا السبب، يعني نشوف دائما كثرة الطلاق في مجتمعنا. نعم. وأنا طبعا هذا من هاي الناحية أنه أنا عرفت ما كان زمان كثير أنه عندكم صار مؤتمر الطلاق. نعم. وإحنا طبعا لازم، يمكن اليوم أنا أستغل وجودي على قناتكم الحبيبة الجميلة. أقول أنه السعودية أعلى نسبة طلاق في العالم، الإمارات أعلى نسبة طلاق في العالم. نعم. واليوم إحنا العراق بلشنا نتصدر ايضا نسبه الطلاق بالعالم. فانتوا احنا لن نكون فرحانين انه نغمض عيوننا وما نريد نجتهد ولا نريد نسوي شيء لحالات الطلاق او نساعد الاسره. احنا لازم يكون عندنا مراكز متخصصه من الباحثين الاجتماعيين لمساعده الرجل والمراه للتواصل بيناتهم. انا ما اقول انه يتواصلون غصبا عنهم طبعا. نعم. اكو احيانا انا اسمع في بعض النفسانيين وبعض الاجتماعيين يقول لا المراه لازم تتجدد والمراه لازم تسوي والمراه لازم تسوي. صحيح. لا، هي بالحقيقه هي مسؤوليه الطرفين، وبالتالي لازم يكون احنا عندنا ناس متخصصين يساعدون هذول الطرفين على الاستمرار. اذا يعني كان يرغبون بالاستمرار. نعم. يعني مثل ما ذكرتي قبل قليل شيء جميل، هي ما راح تقدر تتغير او تعرف غلطها وين، وهو نفس الحاله. نعم. بالضبط. التغيير. نعم. التغيير مطلوب، بس هي ما تعرف وين تغيرها، تبقى الحاله او تريد تتغير او تتجدد.
نعم لازم بنصيحة أو بأخرى. نعم مش هو المسألة ما توقع فقط على عاتق المرأة. نعم ذكرنا الرجل أيضا. أيضا الرجل يعني اثنيناتهم. أنا مرة من المرات على أحدى القنوات العربية اللي معروفة بالحقيقة كانوا مستضيفين إحدى النفسانيات، وحتى أنا كتبت مقالة على الفيسبوك من كثر ما انجرحت يعني حقيقة انجرحت. هذه النفسانية تسألها المذيعة تقول لها يعني هاي حالات الطلاق كثرت بالمملكة العربية السعودية وصار النسبة جدا عالية وإحنا شنو ممكن نسويها؟ تقولها إيه المرأة جاهلة والمرأة ما تفتهم والمرأة مو متعلمة والمرأة ما تعرف شلون تتعامل ويا الرجل والمرأة والمرأة. قلت لها يعني حتى انقراض الديناصورات بالعالم سبب المرأة. أكو حياة مشتركة بين الرجل والمرأة. أنت ليش بس تضلين المرأة 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 المرأة؟ أعيد تأهيل نسائنا وأعيد تأهيل رجالنا وعدوهم نفسيا للحياة الزوجية وساعدوهم على تخطي المصاعب. هذا اللي المفروض يصير. نعم أيضا هل يرتبط العنف الأسري بالبيئة الاجتماعية والثقافية اللي تحيط الأسرة أم هنالك عوامل أخرى؟ عزيزتي أنا بالحقيقة تذكرت يعني شيء جميل، يعني كل بيئة لها تأثيرها مثل السويد عن العراق. يعني بالسويد مثلا في إجراءات هنا ما نعم. بعض الإجراءات أو نعم. الفرص أو التأهيل اللي ذكرتي. شوفي عزيزتي مثل ما قلت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية طلعت بتقارير سنوية وطلعت بيوم لمناهضة العنف ضد المرأة. ما كان هذا السبب العرب ولا كان هذا السبب الغربيين ولا كان هذا السبب الأفارقة ولا كان هذا السبب الآسيويين. بالحقيقة هذا مثل ما قلت مشكلة مجتمعية عالمية تهدد صحة الإنسان. الإنسان تتهدد صحته، صحته النفسية وصحته الجسدية. يعني أنا لما سويت بحث شفت النساء اللي تتعرض للعنف يصير عندها الكثير من عندهم يصير عندها المرض الجسدي النفسي. صحيح. اللي هي تقول انه اني ظهري يوجعني اني تعبانه هي الأمراض تتوالد. بالحقيقه هو ظهرها ما هو ظهرها ما بيشي لكن الصحه النفسيه تنعكس. نفسيتها لانه صحه النفسيه سيئه فتعتقد انه او هاي الالام النفسيه وين تتركز بالظهر. او في كثير من الناس تشكي من الصداع من الشقيقه، بالحقيقة هي ما عندها شقيقة، يرحون يسوون فحوصات يسوون تحاليل يسوون. فأرجع على سؤالك عزيزتي المشكلة هي ما إلها علاقة في مجتمع. أرجوكم العرب ما إلهم علاقة وكل العالم ما لا. مشكلة موجودة في كل العالم. السويدي يضرب زوجته والأمريكي يضرب زوجته والأسترالي يضرب زوجته أو صديقته أو حبيبته أو اللي هو والعربي أيضا. فإذا مشكلتنا ما تتعلق لا بدين ولا بثقافة ولا الفرق بين أن أعيش في مجتمع غربي بقوانين تحمي، قوانين صارمة جدا، بمؤسسات دولة بأكملها مثل بتخصصات لمساعدة النساء والأطفال ومساعدة الرجال أيضا، أكو فرق طبعا هنا. بينما في مجتمعنا ممكن مثل ما أنا البارحة كنت أحاضر بالجامعة المستنصرية حكيت لهم للطلبة يقولون تعيدين فد أم قالت لي يعني ضربت ابني مو فد مسألة، يعني ترى بالعراق يضربون الأطفال والأطفال يطلعون بالشارع يركضون يقولون إيه ما وجعني ما وجعني. صحيح. بس بالسويد لا وجعني بالسويد لأنه النظام العام الطفل ما ينضرب، النظام العام الطفل تحترميه، نظام العام طفل شخصية مستقلة. فإذا إحنا لازم نتعلم على هذا النظام العام إنه نحترم أطفالنا لحتى هم يحترمون نفسهم لحتى يصير عندهم إبداع أيضا لما يكبرون. أيضا مثل ما ذكرتي شيء جميل أيضا متضر عند أمراض نفسية أيضا يعني. ما بيشك. بعدين يا عزيزتي يعني إذا إحنا ما نوقف دائرة العنف وما نحكي بيها بصوت عالي وما نكون واضحين إنه إحنا ناس عندنا مشكلة وهذه المشكلة ولأنه هي المشكلة موجودة بكل العالم إن قلنا إيه وإن قلنا لا. صحيح. يعني ما نقدر نهرب بس لازم من تفكرين كيف تعالجين هذه المشكلة بالضبط. إذا إحنا نكون صادقين ونقول عندنا مشكلة وتعالوا خلونا نتفاهم شنو الآليات اللي نستخدمها وكيف الدولة تقدر تساعد للوقوف ضد هذا ضد هذه المشكلة. بعدين لا ننسى العراق ضمن غالبية دول العالم وقعت على معاهدة دولية لحماية النساء المتعرضين للعنف. نعم أنا كنت أتمنى عندي وقت أكثر المخرج يقول لي أختي بس أنا أقول لا عاجبني الكلام مستسلم معاش بالكلام. شكرا. وأتمنى قدومش للعراق يغير شيء إن شاء الله. يعني قدومي للعراق يغير شيء إن شاء الله. يعني إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب يعني
أنا متفائلة جدا، يا رب أقدر أسوي شيء إن شاء يعني. الله إن شاء الله يكون يعني معاك إحنا يعني وتكون الحال أهلا وسهلا نعم. أكيد يعني ولا راح يكون أسعد من عندي نعم وياكم. كنت منورتنا اليوم في يوم جديد. شكرا على هذه الكلمات الجميلة. الله يخليك. شكرا شكرا, شكرا, شكرا إيه. لكم شكرا للرشيد الجميلة ومذيعاتها الجميلات طبعا. شكرا لكم. إذا مشاهدينا الأحبة كنا مع قدرة الحر، تحدثنا عن العنف الأسري للمرأة والطفل. نتمنى استفادتم من هذه الخبرة والمعلومات اللي ذكرتها ست قدرة. شكرا شكرا لك. مشاهدينا حروح نشاهد تقرير عن الاكسسوارات المنزلية مع الزميلة نورة النعيمي لنشاهد. صباح الخير أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج يوم جديد. تعتبر الاكسسوارات من أدوات الفخامة والرقي في كل منزل، وهي على أحجام وأنواع وألوان وأشكال مختلفة، كل على حسب ذوقه وفي بيته والديكورات الموجودة عندك. لكن اليوم من خلال تقريرنا راح نتعرف على أحدث أنواع الإكسسوارات الموجودة في الأسواق والطرق المناسبة لتنسيقها، كل على حسب ديكورات منزله. ابقوا يعني. الإكسسوارات هي ما يميز ديكور منزلك على الدوام، حيث يجمع خبراء الديكور على أن الإكسسوارات تبقى هي المفتاح الذي يوصلك إلى التميز الذي تنشدينه في منزلك، وذلك بميزانية معقولة. لكن يجب أن نتذكر أن الإكسسوارات تصنع لبيتك بصمته الخاصة وتشي لزوارك بجزء من شخصيتك، وكما أن الملابس لا تعرف أمرا يدعى الموديل الواحد الذي يناسب الجميع، فإن الإكسسوارات أيضا تختلف باختلاف الأمزجة والثقافات. المعيار الأول الذي يجب أن تفكري به قبل اختيار أي قطعة هو اللون ومدى تناغمه وانسجامه مع الأثاث والجدران والأرضية، وأيضا مع الفصل والموسم. اختاري الإكسسوارات التي يمكن أن تأخذ مكانها على الرفوف أو المناضد أو تعلق على الجدران. استبدلي حمالات الشموع البرونزية أو الحديدية بأخرى من الزجاج الشفاف الرائق، واختاري شموعاً بألوان فاتحة أو بيضاء. أما الزهريات ذات الألوان المعتمة والداكنة فيمكن رفعها مع إبدالها بأخرى أكثر إشراقاً. حاولي دائماً أن تجدي خيطاً يربط الإكسسوارات مع بعضها، ولكن بأسلوب خاص يجعل كل قطعة قائمة بذاتها. استعملي كل المساحات والفضاءات المتاحة لك، ووضع القطع المشغولة من البورسلين مع بعضها، وكذلك الحال مع البرونزيات أو السيراميك أو الخشبيات والفخاريات والزجاجيات. لا شك أن المرايا انتقلت من مجرد ديكور مكمل لشيء أساسي في أي منزل، فهي تمنح المنزل وسعا شديدا، وينصح بها لإضافة مساحة إلى الغرفة الضيقة. مؤخراً عادت بعض الأفكار القديمة لمرايا الحوائط في عام 2013، وهناك فكرة مميزة انتشرت بشكل كبير، وهي وجود عدة مرايا صغيرة موضوعة بشكل غير منتظم في حائط واحد، مما يعطي مظهراً مميزاً. نور النعيمي لبرنامج يوم جديد، قناة الرشيد. مشاهدينا الأحبة متواصلين وياكم في مواضيعنا الشيقة في صباح يوم جديد. أتمنى فقراتنا اللي سبقتنا لإعجابكم ورضاكم. نعيش حاليا حالة الطلبة وخصوصا دخول الامتحانات والأداء الامتحاني. يعيش الطلبة والأهل هذه الأيام هاجز القلق
من الامتحانات باعتبارها فترة حرجة ومهمة في حياة الطالب والأهل أيضا. عن موضوع القلق في أيام الامتحانات نتحاور مع الدكتور عبد الكريم محسن اختصاص علم النفس. صباح الخير دكتور، منورنا اليوم في يوم جديد. صباح الخير، مرحبا وسهلا، انتم منورين. نعم دكتور، حنتحدث عن موضوع القلق نعم. عند الطلبة والأهل. خلي بداية نعرف شنو هو القلق دائما اللي يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن إحنا نمر بفترة امتحانات نعم. يعني الحقيقة هو مو فقط الطالب يمر بفترة امتحانات، حتى الأهل, نعم. حتى الأهل يعني نعم. مستنفرين كل جهودهم نعم. من أجل توفير كل السبل لراحة أبنائهم. هذا النوع من القلق طبعا هو القلق الإنسان يعيش دائما، يعيش قلق كامل. هو الإنسان يعني يعيش قلق يسمى القلق الوجودي. وأنواع القلق كثيرة، وما شاء الله الآن يعني الحياة مليئة بعوامل كثيرة تسبب القلق. القلق الامتحاني هو واحد من أنواع هذه القلق التي تشكل يعني حالة انفعالية أو استجابة انفعالية لدى الطالب أو لدى التلميذ أو لدى أي شخص هو يحتاج إلى أنه يكون لديه أداء متميز أو أداء متفوق في أي اختبار من اختبارات الحياة. والحقيقة هذه الحالة الانفعالية تمر بمرحلة أو فيها مظاهر كثيرة جدا. واحد من هذه المظاهر هو حالة يعني الارتباك التي تسبب للشخص. كذلك هنالك نوع من يعني من القلق النفسي، هنالك نوع من الحساسية المفرطة لدى هذا الشخص تسبب أمور كثيرة جدا. يعني نعم. هنالك يعني نعم. أيضا هنالك قلق مؤقت قد يكون هو قلق الامتحان، هو الحقيقة نعم. قلق يعني مؤقت. ولو أقطع يعني هي تعتبر حالة عادية. هو القلق عند الطالب هو القلق عند الطالب هو حالة عادية طبيعية جدا طبيعية. لأنه هي يعني أحدهم أحد العلماء يفسر هذا النوع من القلق ويقول القلق الدافعي الذي يعني يؤدي لأن يكون الطالب لديه دافع معرفي أو دافع نحو التعلم أو نحو الحصول على المعرفة، فهو بالأصل هو قلق طبيعي، ولكنه إذا ما زاد عن حده يصبح هو قلق يعني يسبب نوع من الإرباك للطالب. نعم دكتور عبد الكريم، احنا متواصلين بهذا الموضوع عزيزي نعم. لكن الآن خلينا نشاهد تقرير عن القلق عند الامتحانات عند الطلبة. لماذا يواجه الطالب القلق والخوف في فترة الامتحانات؟ يواجه الطالب القلق هذا لأنه هو الامتحان يكون مفترق طرق يحدد مستقبله، فيكون هو المفتاح إلى مجال الحياة. فإذا نجح فهو واكب الحياة بصورة ناجحة، بينما إذا فشل فهذه طامة كبرى بالنسبة له. فهذا القلق والخوف والتوتر لصاحب الطالب أثناء الامتحانات هذا مسألة طبيعية، لأن هي مثل ما قلنا أنه يفصل الطالب إما أن يكون ينتقل إلى مرحلة أو إما أنه يبقى بهذه المرحلة ومرحلة الفشل، والفشل يكون يعني انعكاسه كل السلبي على الفرد الواحد. طبعا مرحلة الامتحانات هي مرحلة مصيرية يعني يتعرض لها الطالب، فتعرف الظروف الأمنية والامتحانات يعني مقبلة على الطالب، فهي تأثر عليه سلبا اتجاه الامتحانات إذا الامتحانات. إضافة إلى التدريسيين يعني ما يخلون أنه ملخص للمادة حتى يسهلوها على الطالب. أنت تعرف أنت فترة الامتحانات فترة أجواء حارة يعني وكهرباء ماكو، فهي كلها تأثر على الطالب سلبا عليه، فيتعرض إلى ضغوط نفسية. أهم شيء العامل النفسي، الطالب إذا يكون مرتاح فهو يبدع بالامتحانات، أما هذه الظروف تأثر عليه وعلى نفسيته. هو مسألة اعتيادية طبعا، أنه طالب يواجه صعوبات في البداية لأن الطرق ازدحامات وهذا، فالطالب يحس توتر لما يجي لقاعة الامتحان يحس متوتر، بس من تجي الأسئلة شوي يرتاح يعني يقرأها بتأني ويحس أنه الأسئلة سهلة ويبدأ بالأجوبة. حقيقة عنصر الخوف هو مرابط للطالب وعنصر وثيق، وذلك بسبب الضغوطات التي تعرض لها الطالب، أما من عن طريق الكادر التدريسي أو عن طريق المواد المكثفة أو عدم التزامه الحقيقة بتتبعه للمسيرة الدراسية أثناء العام الكامل، فلذلك يواجه بعض الطلبة وليس الأغلبية تواجه هذه الضغوطات. بالحقيقة أنه الامتحان هو اللي يحدد مستقبل الطالب، راح يصاحبه توتر لأنه هذا الامتحان ممكن يكون ساعتين بس توقف عليه مصير طالب كسنة كاملة، إضافة إلى الضغوط اللي تتمارس من البيت، خاصة إذا أنه أكثر من فرد موجود بالبيت
عنده امتحان، إضافة إلى ضغوط الكلية، خوفنا من الأسئلة، خوفنا على مستقبلنا، خاصة إحنا طلاب كلية نريد تقدير على مود الماجستير، هاي كلها ضغوط تأثر على سبب خوف الامتحانات. والله أخي العزيز، هو طبعا شيء طبيعي الطالب عليه يعني يوقع على عاتقه هذا هاي الأمور كلها، ولازم يخلص عليها ويكون قد المسؤولية إن شاء الله، وإحنا نحاول جهد الإمكان إنه نواجه امتحاناتنا بصورة جيدة ونسعى لهذا الشيء، وإن شاء الله يا ربي اللي بخير يقدمه الله سبحانه وتعالى. إذا مشاهدينا الأحبة، شاهدنا هذا التقرير عن القلق للطلبة خلال الامتحانات هذه، عودة مع الدكتور عبد الكريم حسين اختصاص علم النفس. دكتور، شاهدنا التقرير وشفنا كل واحد إلى رأي. دائما نقول الخوف والقلق دائما عند الطالب، يعني يأتي نتيجة الامتحانات أو النتيجة أو المعدل، يعني كثير خصوصا طلاب المرحلة النهائية، يعني يكون مصيره. هو بالحقيقة يعني التقرير أثر لنا يعني أكثر من تفسير لحالات القلق، وفي أغلبها تفسيرات يعني صحيحة، يعني خصوصا التفسير الأخير للطالبة. القلق الامتحاني يعني يؤثر أو يسبب عوامل كثيرة جدا. واحد من هذه العوامل أنه أبنائنا الطلبة لديهم سقف عالي من الطموح. هذا السقف العالي من الطموح يجعل من الطالب دائما في حالة قلق وفي حالة تفكير أنه هل سوف يحقق هذا السقف اللي حدده لنفسه. فهذا يعني عامل مهم جدا. هنالك عوامل أخرى كثيرة منها تتعلق به وبالطالب أيضا، مثلا الثقة بالنفس. كل ما كانت ثقة الطالب بنفسه عالية كل ما كان قلقه طبيعي وقلقه متوسط، أما إذا كانت ثقة بنفسه يعني ضعيفة أو مهزوزة أكيد هذا سوف يعني يرفع من مستوى القلق لدى الطفل. كذلك يعني الأسرة أيضا لها دور في يعني تشكيل هذا القلق الامتحاني لدى أبنها، من خلال أنه تضغط على الطالب بشكل كبير أو على ابنهم بشكل كبير أثناء فترة الامتحانات، يعني كأنما تخليه هو في حالة إقامة جبرية داخل البيت، دائما يعني لا تخرج، لا تطلع، لا تشاهد برنامج، لا تعمل أي شيء آخر، فقط فترة الدراسة. لذلك حتى تشوفين بعض المظاهر تظهر على الطالب أو التلميذ، يعني في أي مرحلة عمرية، حتى على الكبار اللي عندهم امتحانات حتى بالدراسات العليا هذا القلق هذا موجود. هو يعني مظاهر مثلا اصفرار الوجه، حتى يعني يترك يعني يهمل نظافة شعره، أمور أخرى كثيرة جدا، حتى يعني أحيانا يصير عنده أرق بالنوم، ما ينام بشكل طبيعي. خلينا نحكي مواضيع أكثر حول هذا الموضوع، يعني حتى الوقت اللي يخلص معنا دكتور عبد الكريم. طيب، برأيك دائما القلق والخوف يضعف التركيز عند الطالب؟ نعم، هو يعني قلنا أو ما يجاوب، يقول أنا قاري بس ما جاوبت، هو هذا هو السبب. شوفه يعرف السؤال بس هو ما ذكره بالامتحان. نعم، هو اللي عندهم قلق عالي، طبعا هو القلق الامتحاني بدرجات، قلق ضعيف أو واطئ، وقلق متوسط، وقلق مرتفع عالي. أفضل أنواع القلق الامتحاني هو القلق المقبول والطبيعي هو القلق المتوسط. أما القلق الواطئ فهذا سوف لا يجعل هنالك نوع من الدافعية للتعلم عند الطالب أو عند التلميذ. القلق العالي لا، سوف يشكل حالة من التنشن والشد والتوتر عند الطالب أو عند التلميذ أو عند الممتحن، بالتالي هذه تسبب أنه تركيزه يكون قليل، يصير عنده تشتت بالانتباه، يعني يصير عنده حساسية مفرطة، يستفز لأبسط ولأتفه الأسباب. لذلك عندما يدخل إلى قاعة الامتحان يكون يعني يفقد التركيز. نعم، تركيزه يكون قليل جدا. حتى أكله وتغذيته تكون تغذية غير جيدة، هذه كلها عوامل تضعف استعداد الطالب للامتحان. فعندما يدخل الامتحان يدخل بحالة من الشد العصبي، بالتالي يكون أداء داخل قاعة الامتحان هو ليس بالمستوى أو ليس بمستوى الدراسة اللي الدراسة خلال أو تهيئة لفترة الامتحان أو تخفيف يعني كل مسبق. نعم، هو بعضهم طالب. حتى السئلي ممكن يسئلي سؤال بعد الامتحان رأسا يجاوب لأنه يرجع إلى حالته الطبيعية، يرجع إلى حالة الريلاكس والاسترخاء، فبالتالي يكون تركيزه جيد، بالتالي يستطيع أن يجاوب. لكنه أثناء فترة الامتحان هو مشدود الأعصاب، انتباهه مشتت،
بالتالي تكون اجابته ضعيفه جدا. نعم. ايضا معلومه جميله ذكرتها دكتور عبد الكريم، تخويف الاهل للامتحانات. نعم. يعني دائما تخويف يعطوها اكبر. هو احنا المشكله عندنا. نعم. كانما الامتحانات وحتى الدراسه بصوره عامه هي اللي تحدد مستقبل الانسان، وبالتالي الانسان اذا ما حصل على تقدير عالي. نعم. في الامتحانات وخصوصا في الامتحانات العامه بالثالث والسادس الاعدادي. نعم. الادبي هو مصير يعني الطالب، هو فعلا هو امتحان مصير. هي المشكله عندنا، مو احنا قلنا مشكله بالطالب بصفاته الشخصيه، ومشكله بالاهل، ومشكله بالنظام الامتحان، نظام الامتحانات عندنا. يعني خصوصا بالامتحانات النهائيه يعتمد نظام الامتحانات على تقدير الطالب فقط في هذه الامتحانات. أداء خلال السنة كلها، درجاته خلال السنة كلها تصبح يعني وراء ظهر الطالب وما يهتم فيها. نعم. بالتالي حالة الطالب أثناء فترة الامتحان وأداءه خلال فترة الامتحان هو اللي يحدد مستقبله، وهذه فد مشكلة كبيرة جدا يعني يفترض ننتبه لها ويفترض نعالجها. طبعا هي معالجتها في مجتمعاتنا ليست بالسهلة، لأنه إحنا يعني القبول في الكليات يعتمد على المعدل. نعم. وغالبا ما إحنا في مجتمعنا نبحث عن المعدلات العالية حتى يروحون أبنائنا كليات الطب وكليات الهندسة. ليش؟ لأنها بيها مركز اجتماعي عالي، بيها برستيج عالي، بيها رواتب زينة، بيها أجور زينة، أكيد يروحون. نعم. فإحنا إذا اهتمينا بسوق العمل كبلد، يعني دولة اهتمينا بسوق العمل وجعلنا من الأعمال الأخرى لها دور في حياة الإنسان، أكيد سوف لن يبحث الطالب عن كليات مثل هذه الكليات اللي أولا فترتها طويلة، دراساتها صعبة جدا، بالتالي يروح على أعمال أخرى تحقق ذاته أو هوايته اللي يريده. نعم. ويحصل منها على دخل جيد. نعم. وبالتالي يصير عندنا توازن. بالنهاية ما راح يكون المعدل هو المعيار لتحديد مستقبل الطالب، إذن ما راح يكون الطالب بحالة من الشد والقلق الامتحاني ونتخلص من هذه الحالات. كذلك هنالك مسؤولية تقع على المدرسة والمؤسسة التربوية، سواء كان مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو كلية. يعني بعض المعلمين خصوصا والمدرسين يستخدمون الامتحان كعقاب، مثلا حتى يعاقبون صف او حتى يعاقبون مجموعه من الطلاب، يقولوا لهم يلا طلعوا اوراقكم اليوم امتحان او باكر امتحان. فهذا شو يصير؟ يولد عند الطفل خصوصا بالمرحله الابتدائيه ومرحله متوسطه عنده اقتران شرطي بين الامتحان وبين العقوبه، صار الامتحان شنو؟ عقوبه. اذا يصير عنده فد نوع من او يصير عنده جاب او حاجز بينه وبين الامتحان، بالتالي هذا ايضا راح يسبب نوع من القلق. نعم. يفترض بالمدرسة تجعل الامتحانات هي حالة طبيعية. نعم. وهي حالة متممة. نعم، هو هنالك اختبارات يجب أن يجتازها الطالب، ولكنه هذه الاختبارات لا تحدد مصير الطالب بشكل. نعم. نهائي. يعني جميل أن يكون للأهل المدرسة دور فعال في. أكيد. الطالب. أيضا هل هنالك عوامل تساهم أو تقلل من بعض الضغوطات اللي دائما تشكل على الطالب أو اللي تكون ضغط على الطالب؟ نعم، هو احنا بالبدايه الدور هو يكون دور العائله ودور الاسره. عليها ان تعي انه كلما زادت الضغوطات على الطفل، كلما زاد الحرص على الامتحانات وعلى الدراسه، راح هذه تشكل نوع من الضغط النفسي، وبالتالي يتولد عنده نوع من القلق. اما اذا كانت العائله متفهمه بشكل كبير وواعية إلى أنه هذا الطفل أو هذا الابن هو عنده إمكانيات، وإمكانيات هذا الطفل تؤهله لأن يكون بالمستوى سين، بالتالي سوف توجه الأسرة الطالب في ضوء هذا المستوى. يعني بمعنى آخر، بشرح آخر، أنه إحنا علينا كعوائل لازم نعرف قدرات وإمكانيات أبنائنا. نعم. يعني مو نطلب من عنده أنه يحصل على تقدير عالي وهو ما عنده إمكانيات ومستوى ذكاء متوسط ودراسته، خصوصا دراسته خلال فترة السنة دراسة يعني غير جيدة، وبالتالي نطالبه بالامتحانات أنه يجيب لنا معدلات ويجيب لنا درجات عالية. كذلك هنالك عامل آخر، أنه لا نقارن هذا الابن بأبناء آخرين. نعم. كل واحد عنده استعدادات وعنده قدرات أو نوع من الذكاء، يعني هو هذه الاستعدادات والقدرات. نعم. يعني احنا أي اثنين هسه نجيبهم نقعدهم بنفس الظروف ونوفرهم نفس المسلزمات، بس كل واحد عنده نسبة، بس كل واحد راح يؤدي أو ينطيني نتيجة ومردود يختلف عن الآخر حسب استعداداته وحسب قدراته وحسب ميوله. نعم. نعم. لذلك العائلة عليها أن أيضا
تلتفت إلى هذه الأمور بشكل كبير وتعتني بها. دكتور عبد الكريم أيضا نشوف يعني الطالب خلال الامتحانات يعني تسبب بعض الأمور منها القلق، ذكرنا عدم النوم عدم الأكل، أيضا نشوفها يتمرض في بعض الأحيان. هاي شو تكون سببها ليش مثلا؟ هو هذا القلق الامتحاني يعني إذا زاد حتى ما ينام حتى ما يركز هو إذا زاد عن حده أصبح يعني قلق مربك. فمظاهره هي هاي مظاهره أنه يعني أكله يقل، نرفزة دائمة، إحساس مفرط، يكون قلق حتى النوم، ساعات النوم تكون قليلة جدا يعني حتى يفز أثناء النوم. وهذه الحالة صارت عندي قبل أيام مع أحد أبنائي بصف خامس ابتدائي، يعني كان يفز في منتصف الليل وكانت الكهرباء مطفية فيشعل اللايت، لازم اللايت، ويشعل اللايت على الكتاب حتى هو قاري، بس هو صار عنده نوع من القلق العالي. فهذا الأمر يعني شاحب حتى وجهه، تشوفين الطفل يصير وجهه شاحب، يصير وجهه أصفر. هذه الأمور أيضا كلها هي تصب في عكس مصلحة الطفل. يعني فعليا إحنا كعوائل كأولياء هو أنا أقول شو تنصح الأهل بيجي حال، لازم شنو اللي دائما يقدمه الطلب؟ عدم الخوف وعدم الضغط. نعم هو إحنا لا نهمل الطفل بحيث أنه ما نعرف أنه هو اليوم شنو عنده امتحان وبكرة شنو عنده امتحان، ونتركه حتى من يرجع الامتحان ما نعرف نسأله عن الإجابات، ولكن بنفس الوقت أنه لا نضغط عليه بشكل كبير، لا نحسسه بأن الامتحان هو مسألة حياة أو موت أو هو مسألة مصيرية خلاص يعني تتوقف الحياة أو يتوقف العالم أمامها إذا ما فشل بهذا الامتحان. يعني حتى كل الناس الناجحين الآن هم مو ما فشلوا، لكنه بعد فشلهم هم نهضة ونهضة أكبر، تعلموا من فشلهم. فيعني هذه ثقافة علينا أن نعلمها أو ننقلها إلى أبنائنا الطلبة. كذلك المدرسة أيضا عليها دور كبير في هذا المجال، عليها أنه لا تجعل الامتحانات يعني مثل البعبع أو مثل يعني الشيء اللي يخوفون به التلاميذ والطلاب، ويعتبروها حالة طبيعية يعني ضمن سياقات وضمن متطلبات الدراسة. مثل ما أنا أطلب من عنده تحضير يومي أو أسوي الامتحان كويز أسبوعي أو يومي، أيضا هذه الامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية. خلينا نحكي على أيضا ونتحدث دكتور عبد الكريم حتى أخذ الوقت بأسئلة أكثر. أيضا باختصار أريد أعرف أيضا عدم استعداد الطالب من بداية العام الدراسي للدراسة. نعم هذا مهم جدا. هذا مهم أحسنتي جدا. صابرين هذا نعم. هذا عامل مهم جدا، يعني كل ما كان الطالب يحضر للامتحانات النهائية من اليوم الأول راح يسبب له يعني يكون محصن من هذا القلق، بسبب أنه راح يزيد ثقته بنفسه، راح يعرف أنه راح يحصل على درجات وعلامات عالية بالامتحانات اليومية بالامتحانات الشهرية بالامتحانات الفصلية، بالتالي الامتحان النهائي اللي هو دائما يكون هو هذا الشيء الأكبر والشيء المهم، بالتالي راح يدخل الامتحان بشكل مريح ويعني يقضي تقريبا على 50% من حالات القلق لو كان هو يعيش حالة قلق. شوف كثير من الطلبة لا مبالاة، شوف تأخذ درجة يقول هو يعني شوفه من بداية السنة ما كان يعني شاطر ما كان مشتد، بس هو عنده لا مبالاة يعني مو القلق موجود، فشوفه بعض الأحيان يأخذ درجة أعلى من المتميز. نعم صحيح جدا. أول نقطة أنا أريد أشير لها المعلم، على المعلم أن يستثير القلق لدى الطلاب، ولكن استثارة القلق تكون بأي صورة؟ القلق المتوسط، يعني يخليهم يحسون بأهمية الامتحان بدون خوف أو بدون وجل، وأيضا ما يخليهم يهملون الامتحانات وما يكون عندهم يعني إحساس قوي بالامتحان. حالة القلق المتوسط هي أفضل حالات يجعل بها المعلم التلميذ. نعم دكتور عبد الكريم محسن اختصاص علم النفس كنت منور اليوم في يوم جديد، شكرا لك. انتم منورين، شكرا جزيلا. شكرا لك. اذا مشاهدينا الاحبه نتمنى كل طلباتنا الاعزاء يتفوقون ويكون النجاح ان شاء الله من حظهم ونصيبهم. اذا مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا، نتمنى نالت اعجابكم ورضاكم اللي كانت على مدار 3 ساعات من الوقت، انا وزملائي الملتقان يوم غد ان شاء الله، الى اللقاء.